اعلنت وزاره الصحه عن تمديد موعد الجرعه الثانيه لتطعيم سبوتنيك وذلك بسبب اعاده جدوله عمليات الانتاج والتوريد للشركه المصنعه. واوضحت الوزاره في الوقت ذاته ان ذلك التمديد المقرر لن يؤثر على فاعليه التطعيم وان زياده المده بين الجرعتين قد يؤدي لزياده فاعليه التطعيم في بعض الحالات. كما اكدت وزاره الصحه على ان جميع المسجل على أن جميع المسجلين لتطعيم سبوتنيك سيتم على إعادة جدولة مواعيدهم للجرعة الثانية عبر تطبيق مجتمع واعي وذلك وفقاً لمواعيد الدفعات الجديدة المقرر وصولها إلى مملكة البحرين من قبل الشركة المصنعة